السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتعرف اليوم عن المدارس الوطنية للتجارة والتسيير لونسيجي. أهداف التكوين: تهدف المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير إلى تكوين أطر مؤهلة متوفرة على خبرات تقنية عالية تمكنها من التكيف مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية. ويعتمد هذا التكوين بهذه المدارس على نظام بيداغوجي حديث يهتم في ذات الوقت بتلقين المعارف والمهارات وبتنمية الشخصية. ولذلك تولي التكوينات أهمية خاصة للتقنيات المختلفة في التجارة والتسيير والمعلوماتيات والدراسة الميدانية والتدريب، إضافة إلى اللغات والتواصل. بالنسبة لمدة التكوين، مدة التكوين تدوم بهذه المدارس 5 سنوات من 10 فصول، وتنظم في مسلكين: مسلك التجارة ومسلك التسيير. يحصل بعدها الطالب المتخرج على دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير في أحد التخصصات التالية: مسلك التجارة، التسويق والعمل التجاري، التجارة الدولية، الإعلان التجاري والتواصل، تدبير العلاقة مع الزبناء. مسلك التسيير: التدقيق ومراقبة التسيير، تدبير الموارد البشرية، التدبير المالي والمحاسبي، التدبير اللوجستي. تشكل الفصول 4 الأولى جدعا مشتركا، وهي بمثابة فصول تحضيرية للدراسات العليا في التجارة والتسيير. ويشكل الفصلان 5 و 6 جدعا مشتركا للتحديد والاختيار، والفصول 7 و 8 و 9 فصولا للتخصص، ويخصص الفصل 10 للتدريب ومشروع نهاية الدراسة. يقوم الطلبة خلال دراستهم بمجموعة من التدريب: تدريب الاستئناس خلال الفصل 6، تدريب للتعمق خلال الفصل 8، وتدريب مهني على مدى فصل كامل الفصل 10. يتوج بمشروع نهاية الدراسة. بالنسبة لشروط الترشيح للولوج إلى هذه المدارس، يشترط في المترشح أن يكون مسجلا بالسنة الثانية بكالوريا أو حاصلا على شهادة البكالوريا في إحدى الشعب التالية: شعبة العلوم التجريبية، شعبة العلوم الرياضية، شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير. بالنسبة للالتحاق بالسنة الثالثة، يعني الفصل 5، في حدود المقاعد الشاغرة عن طريق اجتياز مباراة مفتوحة في وجه حاملي الشهادات التالية: دبلوم الدراسات الجامعية العامة، دبلوم الجامعي للتكنولوجيا، وشهادة التقني العالي، عن طريق اجتياز المباراة الوطنية المشتركة لولوج مدارس التسيير سينيايم المفتوحة في وجه تلاميذ الأقسام التحضيرية مسلك الاقتصاد والتجارة المستوفين لسنتين كاملتين من التكوين متوجين بشهادة الاستحقاق. الالتحاق بالسنة الرابعة الفصل 7 في حدود المقاعد الشاغرة، يشترط في المترشح أن يكون حاصلا على الإجازة في الاقتصاد أو التدبير أو ما يعادلها. كيفية القبول؟ بالنسبة يتم القبول في السنة الأولى عبر انتقاء تمهيدي وعبر احتساب المعدل الوطني بنسبة 75% و 25 من المعدل العام للنقاط المحصلة عليها في الامتحان الجهوي. ويتم الإعلان عن النتائج عبر موقع المؤسسة، ويتعين على كل مترشح تم انتقائه طبع بطاقة الاستدعاء لاجتياز اختبار كتابي على البوابة الإلكترونية. وتحتوي هذه البطاقة خصوصا على المعلومات المتعلقة بمركز الاختبار الكتابي. بالنسبة للاختبار الكتابي على شكل استمارة متعددة الاختيارات: اختبار القبول الأولي للتكوين في التسيير، ويهم المترشحين المقبولين في الانتقاء الأولي. ملحوظة: بطاقة الاستدعاء وبطاقة التعريف الوطنية إجبارية لاجتياز الاختبار الكتابي، يعني الاختبار الكتابي يكون على شكل استمارة متعددة الاختيارات. اختبار القبول الأولي للتكوين في التسيير، ويهم المترشحين المقبولين في الانتقاء الأولي. كيفية الترشيح؟ يعني بعد فتح باب الترشيح والإعلان عن المباراة،
يتم ذلك من خلال البوابة الإلكترونية www.tafem.ma، وذلك خلال الفترة المحددة لذلك. كما يجب على كل مترشح اختيار وترتيب المدارس العشرة حسب رغبته. هنا عندنا عناوين المدارس: سطات، القنيطرة، مراكش، أكادير، طنجة، وجدة، الجديدة، فاس، الدار البيضاء، والدخلة. ملحوظة: تعتمد عملية تعيين المترشحين المقبولين في المدارس الوطنية للتجارة والتسيير على المعايير التالية: درجة الاستحقاق بناء على نتائج اختبار القبول للتكوين في التسيير، اختيارات المترشح المعبر عنها أثناء تسجيل شريط ترشيحه، وعدد المقاعد المتوفرة في كل مدرسة. وشكرا جزيلا لكم، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.